يلا يا ابن هنا يا كسروا المرسيدس. بتعطي له واجهة المحل دي بكام؟ ولا ده بكام؟ ولا ده؟ بس مين عامل ديسة الكورة؟ اتكل على الله مفيش كورة. يلا الكورة دي هتقطع وقتي. معلش والنبي عامل ديسة الكورة. مفيش كورة يا ابني. يلا اتكل على الله. يلا. بقول لك معلش عامل ديسة الكورة. يلا يا ابني هنا اقعد اديك على قفاك. تدي مين على قفايا يا عم انت؟ لا انت ولا 10 سايق. ابوك يا حبيبي خالي مع عديس. ايه؟ ابوك يا حبيبي خالي مع عديس. كلمه ايه دي اللي عامل؟ في ايه يا يحيى؟ في كوره جت عنده تسبت له بيقول لك ديك على قفاه. يعني قال لك انا اسف وتدي له على قفاه؟ ليه يا اخوه مات روح امك؟ لا ما ماتش بس هيموت النهارده. ويلا من هنا يا الواد لو عدى من قدامك بعد كده وما وقفتش تديله تعظيم سلام هطلع عين اهلك. فاهم؟ ماشي يا ادم. ما خلاص يا ديزي لم نفسك يا جدع. احنا في رمضان وخلي عندك دم. خلاص يا ادم حق عليا. وانت اه لو حد بقى معاك تاني وما خزقتش عينيه هقعدك فوق مع اخواتك مع الحريم. ما تشوفش الشارع ده تاني. عيب عليك يا ابو ادم. انت لو كنت اتاخرت شويه كنت جيت لقيتني معلق على باب المحل. جدع يا ادم انت حلو اهو. يلا يا ادم بقى. يلا يا جدعان قصاد طبيب كل واحد فين. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا مش عارفين ان في ناس نايمه ولا ايه؟ خش جوه بيت. بيت اما تبيتك بتقولي كده على اساس ايه يعني؟ انا ولا مراتك ولا خطيبتك ولا حتى قاري فتحتك عليا. انا كده بقى حبيبتي بغير على اهل حتتي كلهم. خش جوه يا فاروق. حاضر يا ادم يا ابني. العب يا قفا يا قفا يا هفا. هو ده اللي مقطعهم مقطعهم. سيب الله ولا واحد فيكم بيعرف يلعب. هات الكوره دي تعال تعال هشوط شوطه واحده. راحتك يا كبير. ده انت لسه مدي الديسي علقه تمام. انت مين يا؟ بقول لكم ايه؟ مين فيكم بيعرف يقف جون حلو؟ مفيش؟ هشوط شوطه. اللي هيصدها اديله 5 جنيه. انا هقف جون. خمساتك يا ادم. ادم استنى ما تمشيش عايز اقول لك على حاجه. يا ابن المحظوظه يا سيس. وايه الليس؟ ها مركز؟ مركز. البس. ايوه ايوه يا ادم. فتحي ازيك يا فتحي عنك انت؟ طب خيرك يا ادم. ده ما جاتش من اللي واقفين على النواص. تعالى قلت الادب. ربنا يخليك يا حبيبي. محدش فيكم ده. راح فين ده؟ انت كنت فين؟ بوصل لأم فتحي. هو انا مش قلت لك استناني؟ ايه بنت الشخصية الشرسة دي؟ مش قبل الفطار. انت مش جوزي، انت مش خطيب، مالكش كلمه عليا. وبعدين مالك زي القطر كده. انت هتلبخ ولا ايه؟ مش هلبخ يا عم. ايه انت عايزاني في ايه؟ ما هو انت لو تعرف انا عايزاك في ايه هتقدر. في ايه بقى؟ كل سنه وانت طيب. ده العيد بعد بكره. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. صدق كنت ناسي يومتي الوحيده اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجه ولا ايه؟ لا والله. 29/2 اليوم ده انا لا يمكن انساه. ده بيجي مرة كل 4 سنين. أيوة فعلا سنة كبيسة يا عم. أهو اليوم الزيادة ده بالنسبة لي أحلى يوم. أنت بقى يا ستي عيد ميلادك كمان شهرين. ليك عليا أجيب لك حتة هدايا بس مش هحرقها لك دلوقتي. إيه ده؟ أنت فاكر عيد ميلادي يا آدم؟ عيد ميلادك؟
بعد ميلادك ده يتنسي يا عبيطه. وانا انسى برضه سندوتشات المسقعه والمفتقه اللي امك كانت بتعملها لنا. سندوتشات مسقعه ومفتقه ايه؟ هو ده اللي انت فاكره؟ بهزر معاك يا عبيطه. والحلاوه والجبنه الرومي والزيتون. جبت لي ايه بقى؟ تصدق الجاكيت ده اصلي؟ بجد عجبك؟ اه والله. يا رب يطلع مقاسك. هيطلع مقاسي. بعدين انت ذوقك حلو يعني، لازم يعجبني. حلو؟ مقاسي ها؟ هنفع ظابط ها؟ شكرا يا هنا. وانت بقى بنت مش هنفرح لك بعريس بقى ولا ايه؟ كبرت كده وحلاوتي وما ينفعش تسابي بقى كل ده. ليك عليا بقى يوم فرحك لزوق لك الفيسبا واديك الكوافير بنفسي. طيب يا هنا همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. بالنسبه للشنطه دي بقى خليها معاك عشان عيد ميلادي الجاي.